بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور سفيان طلعت من الأردن. أنا طبعاً نائب رئيس الجمعية الأردنية للأنف والأذن والحنجرة، وبعمل مستشار في جراحة الأنف والجيوب بالخدمات الطبية الملكية. طبعاً أنا تمت دعوتي لحضور هذا المؤتمر بواسطة الدكتور رضا كامل أستاذنا طبعاً الكبير، وطبعاً في اليوبيل الـ25 في الراينو إيجيبت. بحب أشكر دكتور رضا على المجهود الكبير اللي بيعمله في نشر العلم ونشر جراحة المناظير في العالم العربي وفي العالم طبعاً، وكان له فضل كبير على عدد كبير من الزملاء والأطباء في معظم الدول العربية طبعاً. تم تكليفي في برئاسة إحدى الجلسات يوم السبت إن شاء الله، ومؤتمر ناجح بكل المقاييس بإذن الله.